صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط وجازان. وأوضح المالكي أنه تم اعتراض وتدمير مجموعة 8 طائرات بدون طيار خلال 24 ساعة الماضية. كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين.